مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، ها هي الانطلاقات تتوالى شوطا تلو الاخر على ارضيه هذا الميدان بهذه الانطلاقات والتحديات الجميله، وهي انطلاقتنا هنا الثامنه تمت بعون من الله تعالى وتوفيق. شوطنا الثامن والخاص بتحديات اللقاية القعدان المهجنات الاصايل هنا بشعارات ابناء القبائل التي نتابعها من أرضية هذا الميدان. نسير معكم مع هذه الانطلاقة، نتابع هذه المسيرة وصدارة هذا الشوط، والمقدم الشبابي نايع بن راشد بن نايع الغفلي المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، بينما مستحيل محمد بن سالم بن حبروت الاجتبي ياتينا على المركز الثاني والمركز الثالث. المتسلل سكر راشد بن سعيد بن راشد النيادي من ياتينا هنا بن عبيد بهذه الانطلاقه الجميله، ورابع مراكزنا ياتي كفو المبارك بن محمد بن نصره العامري، بينما المركز الخامس والمتسلل من الجانب الآخر والمنطلق بهذه الانطلاقة والقدوم من قبل هنا العقيد سيف بن سعيد بن سيف الكعبي من ينطلق بهذه الانطلاقة، وياتينا عديم لعبيد بن سعيد بن منانة الاجتبي على المركز السادس، وعلى المركز السابع قماري حمد بن معيوف بن محمد العامري من يقدم لنا قماري بهذه الانطلاقة. ثامن مراكزنا المركز الثامن هناك في هذا الانطلاق والتحدي الرائع الجميل شعاري بن ضبيعة من يأتي بهذا الانطلاق هنا والتحدي الرائع الجميل، بينما القدوم في هذه اللحظات هناك هايم لمحمد بن عبيد بن ضبيعة الاجتبي، والوصول من الفارس راشد بن نايع بالشاوي الغفلي، وهنا المنطلق بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات هنا الجميلة. يأتينا منطلقا هنا الذيب حميد بن سعيد بن هميلة المزروعي منطلقا هذه التحديات، وعلى المركز العاشر يأتي هنا مولع لمحمد بن سلطان بن سعيد المالكي. هذه هي النتيجة مشاهدينا الكرام لمراكزنا الأولى المنطلقة لنا عودة مشاهدينا الكرام إلى الصدارة إلى المقدمة إلى المركز الأول صدارة هذا الشوط. الشبابي لا زال على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، نايع بن راشد بن نايع الغفلي منطلقا على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. مستحيل محمد بن سالم بن حبروت الاجتبي منطلقا على ثاني المراكز، والمركز الثالث وصل سكر راشد بن سعيد بن راشد بن عبيد النيادي من ياتينا على المركز الثالث، والمركز الرابع عديم عبيد بن سعيد بن منانه الاجتبي، وياتي الفارس راشد بن نايع بشاوي الغفلي منطلقا هنا على المركز الخامس وسادس. المراكز هايم لمحمد بن عبيد بن ضبيعه الاجتبي من يقدم لنا هايم هنا بهذا الانطلاق وبهذه التحديات. شعاري بن هميلة المنطلق هنا بتحديات الذيب القادم لحميد بن سعيد بن هميلة المزروعي مع ذيب بهذا الانطلاقة الجميلة، والقادم مثير هنا بهذا الانطلاق المميز الجميل والقادم بهذه الانطلاقة هنا. وصل بالانطلاق لطيف لسعيد بن محمد بن عبيد الشامسي هنا القادم بهذه الانطلاقات الجميلة، بينما هنا الوصول على تاسع المراكز من قبل مروح سلطان بن خلفان بن موسى بن أحمد الهاملي، وعلى المركز العاشر وياتينا قماري هنا لحمد بن معيوف بن محمد العامري. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى والأسامي القادمة خلف المراكز العشرة الأولى. لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الشباب المسيطر على زمام الأمور وعلى صدارة الشباب. نايع بن راشد بن نايع هنا أيضا الغفلي من ينطلق على صدارة على المقدمة، بينما مستحيل
محمد بن سالم بن حبروت الاكتبي من ياتي على ثانية المراكز وعديم عبيد بن سعيد بن منانة الاكتبي من قادم بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة. هناك ياتينا لطيف سعيد بن محمد بن عبيد الشامسي والقادم سكر راشد بن سعيد بن راشد بن عبيد النيادي القادم بهذه الانطلاقة الجميلة. هنا ياتينا الفارس راشد بن نايع بشاوي الأغفلي على المركز السادس. المركز السابع مزاح أول نداء لمزاح محمد بن عتيق بن زيتون المهيري القادم بهذه الانطلاقات. وسلطان بن خلفان بن موسى بن احمد الهاملي مع مروح من ياتي بانطلاقته وتحدياته. وهنا جنان غيث بن احمد بن سيف بن غيث هنا ايضا المري القودم ولكن الصداره مع عديم 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 القادم على الصداره على المقدمه مع الكيلومتر الاخير عديم العبيد بن سعيد بن منانه هنا ايضا نكتبي على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول مسيطر على زمام الامور. سكر في المركز الثاني راشد بن سعيد بن راشد بن عبيد النيادي من ياتي على ثاني المراكز ومستحيل محمد بن سالم بن حبروت الاكتبي المنطلق بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميل. الله الله التحدي والفارس القادم هنا الفارس لراشد بن نايع بشاوي الغفلي وياتي مزاح محمد بن عتيق بن زيتون المهيري ولكن سكر سكر على الصدارة سكر على المقدمة وعلى المركز الأول راشد بن سعيد بن راشد بن عبيد النيادي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط ذعت عليه. هناك أيضا ونال الفوز والناموس في ميدان الطي وكان له نصيب الفوز ونصيب الأسد وأتى هنا وحل وصيفا وها هو اليوم يعلن الفوز والناموس. هنا بهذه الانطلاقة سلالة سكر العاصفة ها هو سكر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول يضيف إنجاز إلى إنجازاته السابقة. سلوم مدينة العين سلام على هذا الأداء المميز الجميل راشد بن سعيد بن راشد هنا بن عبيد النيادي سلام مغافة سلام على هذا الفوز المميز. المركز الثاني هنا ربدان سلم بن علي بن دري مزاح من حل على المركز الثالث محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الرابع لحميد بن حميله المزروعي والمركز الخامس وصل دنان غيث بن احمد بن سيف الغيث المرر. ونعود الى التوقيت الزمني نعود الى التوقيت الزمني ولحظة وصول سكر الى خط النهاية معلن الفوز والناموس كعادتي. هنا يضيف انجاز الى انجازاته بسبع دقائق 40 ثانية وفاء وتماما وكمالا تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز لراشد بن سعيد بن راشد بن عبيد النيادي. بينما المركز الثاني هنا سبع دقائق 42 ثانية جزئين من الثانية توقيت هنا ربدان لأوريدان مسلم بن علي بن دري المنصوري وياتينا المجازف مع مزاح بسبع دقائق هنا انطلاقة 42 ثانية وستة من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري تهانينا وناموس للجميع.